السلام عليكم ورحمة الله. اليوم كتبت مرشحات علوم أحياء للصف الثاني المتوسط، يعني فقط مادة الأحياء لأن طلبوها من عندي، وإن شاء الله راح أنزل لكم بعد هم أحياء وأنزل لكم كيمياء. فهذه الأحياء كتبت بس التعاريف، يعني فقط التعاريف يعني مادة الأحياء، بس التعاريف كتبت 11 تعريف. مثل ما قلت لكم ان شاء الله راح يعني اكتبكم فراغات وتعاليل وغيرها. السؤال الاول هو بس هذا التعريف، عرف ما ياتي اولا. الاقدام الكاذبه هي كائنات حيه احاديه الخليه، جسمها هلالي متغير الشكل باستمرار ولها نواه حقيقيه قرصيه الشكل، ومن امثلتها الاميبا. الاهداب هي تراكيب دقيقه تشبه الشعر تحيط بجسم الكائن الحي وتنشأ من غشائه الخلوي مثل البراميسيوم. الصوتيات مجموعة من الأحياء الأولية تتحرك بواسطة الصوت، بعضها حرة المعيشة وبعضها الآخر طفيلي يعيش داخل أجسام الكائنات الحية ومن أمثلتها اليوغلينيا. الفطريات هي كائنات حية معقدة تخلو من الصبغة الخضراء الكلوروفيل وتضم أنواعا مختلفة منها الأشنات والأعفان والخميرة. الأشنات عبارة عن فطريات وطحالب تعيش معا وتساعد بعضها بعضا على البقاء، وينتج الطحالب السكر لتقنية والفطر لنفسه وللفطر، ويثبت الخيط الفطري الأشنة ويحفظها من الرطوبة. كما يقوم الخيط الفطري بامتصاص الغذاء من السطح الذي تنمو عليه الأشنة. الألجين وهي مادة مطاطية أو مرنة تعمل على منع تحطم خلايا هذه الطحالب من تأثيرات أمواج البحر. السبات هو عملية خفض الفعاليات الحيوية إلى أقل حد ممكن، ويلجأ فيها الكائن الحي للمحافظة على بقائه. التلوث هو كل ما يطرح للبيئة ويؤدي إلى تغير خصائصها، أي أنه تدخل في نقائه للهواء، تدخل في نقائه الهواء والماء واليابسة. الاحتباس الحراري هو احتجاز الغازات الموجودة في الغلاف الجوي لأشعة الشمس، تنتقل أشعة الشمس لتصل إلى سطح الأرض بدلا من أن تنعكس لتعود إلى الفضاء، فيحتبس أكثرها في الغلاف الجوي، وهو مفهوم يشابه ظاهرة البيت الزجاجي. النفريديا هي نبيبات مسؤولة عن الإبراز في كل حلقة جسمية، وتتمثل الجهاز الإبرازي في الديدان الحلقية. الحيوانات اللافقرية هي مجموعة حيوانية واسعة الانتشار تمتاز بخلو جسمها من الهيكل العظمي، تكيفت للمعيشة في بيئات مختلفة، فمنها الحيوانات التي تكيفت للمعيشة في البيئة المائية سواء كانت مياه الأنهار أم البحار والمحيطات. هاي عيني التعاريف مثل ما قلت لكم نزلت، بس التعاريف نزلتها 11 تعريف لمادة الأحياء، وإن شاء الله بعدها مأكتبكم. وهذه الورقة الأولى ونزلتها يعني بقناتي على التليجرام، تقدرون تسحبون كصور، وإن شاء الله التوفيق.